وإحياء لليوم العالمي للبيئة، اخترنا لكم هذا البورتري لريان أمين بوضيفة، صاحب مؤسسة خاصة لرسكلة خراطيش الطبيعة. هذه النفاية الخاصة التي يقوم بإعادة تدويرها وتثمينها كاستراتيجية ناجحة حماية للبيئة وخدمة للاقتصاد الوطني. السيد ريان أمين بوضيف، مدير شركة إيرتيك ألجيري. كنت نخدم في شركة هنا في الجزائر، وشفت باللي هاد لي ديشي هادو تاع لي طونور اي كارتوش دامبريسيون يرموهم في النفايات المنزليه، وحنا على بالنا باللي ممنوع يترموا في لونفيرونمون لانها نفايات خاصه، دونك يعني لازم لها تريتمون سبيسيال، لازم لها شركه خاصه كيما حنايا اللي عندهم اعتماد من وزاره البيئه وعندهم رخصه الاستغلال باش يقدروا يرفدوا هاد النفايات. رحت عند لاجونس ناسيونال دي ديشي الوكاله الوطنيه للنفايات، قلت لهم باش نسقسي على ولا كان شركات ديجا تخدمهم ولا كاين شركات، وشنو هو واش لازم ندير، وشنو هما القوانين، وشنو هما الحاجات اللي لازم نديرهم باش نفتح شركه كيما هذه. عطاوني كاع المعلومات، درت 16 تاع لو ريسيكلاج، هذا تاع توسكي ريسيكلاج دي ديشي دامبريسيون هادوما، باش نقدر ندير ندوموندي لاغريمون، نقدر ندوموندي الرخصه، ونقدر ندوموندي كاع الاوراق اللازمه باش ندير هاد لاكتيفيتي. إيرتيك ألجيري هي الأولى من نوعها اللي فتحت هذا المجال، هذا اللي تخدم قانونيا، كان فيه قبلنا اكزيستيو، مي كانوا يخدموا بلا لاغريمون بلا لوتوريزاسيون. أول شيء احنا مع الشركات لازم نسينيو معاهم كونفونسيون، اتفاقية، هذه الحاجة الأولى، والاتفاقية ولا كونفونسيون هذه يسحقوها سورتو في لا سيرتيفيكاسيون ايزو 14001 فيرسيون 2015، هذه هي سيرتيفيكاسيون تاع لونفيرونمون. كي نسينيو اتفاقية نروحو نريكيبيريو عندهم هاد النفايات، لو جور دو لا كوليكت نعطيو لهم ان بون دونليفمون ماكسيموم 8 اسابيع، نعطيو لهم ان بي في دو تريتمون اون اتيستاسيون دو تريتمون. حب يقول ديشي تاعهم حنا رفدناه من اولو لاخرو ودرنا لو تريتمون ديالو، المعالجه ديالو. كاين شركات اللي عندهم دي بتيت كونسوماسيون تاع لي طونر هادو، نعطيو لهم دي باك هكذايا، ولا عندهم لي ولا عندهم دي كونسوماسيون يعني كبار، واش نمدو لهم؟ نمدو لهم ان ستيكر، لانه قانونيا لازم هاد النفايات الخاصه لازم تكون عندها مكان يعني سبيسيال ليهم. فيما يخص الرسكالة عندنا نوعين، كاين الرسكالة الأولى اللي كاين دي كارتوش هاد الخراطيش هادو نجيبوهم ونعاودو ندير لهم رينوفاسيون. واش حاب يقول رينوفاسيون؟ ندير لهم الأول شي ندير لهم لوتري، ومن بعد مور لوتري ندير لهم لو نيتواياج ديالهم، ومن بعد نديروا لها لو رومبليساج، نعمروها كل كارتوش عندها لا بودر ديالها سبيسيال، ومن بعد نديروا لها لومبالاج، وهذه نعاودوا نبيعوها دو 25-70% دو موا على لا كارتوش اوريجينال ماشي الكومباتيبل. والاغلبيه يعني كاين اللي يكونوا مكسرين، كاين اللي يكونوا قدم ريفيرونس ما تستعملش، ما نقدروش نرميوهم، دوك ندير لهم تثمين النفايات هذه، وندير لهم تثمين المواد الاوليه، هي جينيرالمون واش فيها بلاستيك شوك، فيها الحديد، فيها الالومنيوم، نديمونطيوها، نسيباريو الحديد والالومنيوم، ومن بعد نيطوايو هذاك الحديد والالومنيوم باله خاصه. هذه الاله خاصه يعني ايكولوجيك، ما نستعملوش بها الماء ولا تمشي بالهواء، وكاين اللي يبقى هذيك نفايات هي تبقى كلكو غرام هذوك، فما نرميوهاش في البيئه، ونديروا لها لانسينيراسيون يعني عمليه الحرق اونور هكذا، بعض الخراطيش هذه اللي نعاودوا تما نعاودوا نخدموها نعاودوا نبيعوها. دونك
لازم اولي اول شيء لازم قانونيا لازم ننديكيو باللي هذه هاد لا كارتوش هذه لي ريسيكلي بار ارتك. لا دوزيام دي شوز كاين واحد لي باك دو ريسيبسيون، يعني هادوما نعاودو نخدموهم اللي سقام 15000 دينار. حنايا كي نديرو له الريسكال ديالو نحسبوه ب 5000 دينار، حنايا نربحو 5000 دينار، الشركه توفر 10000 دينار، ولونفيرونمون نوفروا لها مرميناش نفايه خاصه اولا وحاجه تاع بلاستيك اللي ما ديكومبوزاش، ورابع شيء رانا نقصوا من فاتوره الاستيراد. احنا العلاقات احنا جينيرالمون علاقه رابح رابح. وبهذا مشاهدينا نكون وصلنا لنهاية عدد اليوم، إلى اللقاء في العدد المقبل.